أول جبابرة الأرض، من عاث فيها الفساد وادعى الألوهية، أول من وضع التاج على رأسه ليعلو ويتكبر به فوق البشر، إنه نمرود بن كوش، ملك بابل في بلاد الرافدين، والذي امتد نفوذه ليصل مشارق الأرض ومغاربها. ذات يوم رأى نمرود المتكبر منام، فسره له الكهنة بأن طفلا صغيرا سيولد هذا العام فيكون هلاكه على يده، فأمر النمرود بذبح كل غلام يولد في ذلك العام. وكان هذا موعد الأرض مع استقبال سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأخفته والدته عن الأنظار حتى اشتد ساعده، فلم يكن على خطى قومه ويعبد الأصنام مثلهم، بل كان يعبد الله الواحد الأحد ويأمر القوم بترك الأصنام والتوجه لعبادة خالقهم. وفي اليوم الموعود كان الناس يحتفلون خارج المدينة، ذهب إبراهيم عليه السلام وحطم الأصنام، وعندما عاد القوم ووجدوا أصنامهم محطمة ونبي الله ساخرا منهم، فغضبوا غضبا شديدا وصعدوا شكواهم إلى نمرود، والذي أمر بإعداد نارا عظيمة وأن يلقوا إبراهيم بداخلها ليحرقوه، لكن المعجزة الإلهية جعلت النار بردا وسلاما فلم يصب بأذى، مما أصاب القوم وعلى رأسهم النمرود بالذهول، وقرر أن يقيم مناظرة بينه وبين خليل الله ليجادله في أمر ربه، وبالطبع لم يفلح في المناظرة وبهت الملك الكافر. وبعد تلك الحادثة بعث الله ملكا للنمرود يأمره بالإيمان 3 مرات، وفي كل مرة كان يأبى الإيمان بالله وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي، فجمع جيشه وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليهم بعوضا أكل جيشه وتركهم عظاما، وأما النمرود فقد دخلت بعوضة إلى أنفه ومكثت 400 عام عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمطارق من شدة الألم حتى أهلكه الله عز وجل وجعل هلاك أعتى ملوك الأرض ببعوضة، ليكن عبرة لكل جبار في ذلك الحين.